انا انا اعترف، اعترف. لازم انا ليه؟ اعترف، احنا احنا كمسلمين كمسلمين لازم لازم نعترف، نعترف. فانا ليه؟ ما اعترفش بيه الا لما يعترف يا بليه. استاذ بيعترف بايه المسلم؟ انت عايزني اعترف بايه؟ بايه؟ مش فاهم. بيعترف بانه بيعترف نصراني يعني؟ بانه انا نصراني. ما اعترف ان هو نصراني، ده اه جاري، ده انا انا ببيع ببيع واشتري واشتري معاه. ايوه اعترف بان دي، ده يجوز ان انا اتجوز من عنده. لا، الرسول مات وده مقبول عند يهودي. مش المعاملات، المعاملات والانسانيات شيء، وحسن الجوار وحسن المعاملة. انت مش معترف بيك كمؤمن؟ ايوه مش معترف بيك كمؤمن موحد، لان عقيدتك بتقول كده. عقيدتك بتقول مش عقيدتك انا كمحمود عامل، ده عقيدة الاسلام. يا جماعة اتعلموا الاسلام الاول وبعدين تعالوا اتكلموا. قل هو الله احد، ده كلام مين؟ يعني معلش مين مين اللي قال هو الله احد؟ انت مش بتصلي؟ لا اله الا الله. بتقول ايه في الركعة الاولى والثانية؟ لا في الصلاة، الصلاة الأربعين مش بتقولي قل هو الله أحد؟ ما تخليش الموضوع شخصي، خليني بس أقول لحضرتك حاجة. لما يجي القرآن عندنا بيقول إنه حتى في سورة البقرة لما بيتكلم عن من آمن من المسلمين والصابئين والنصارى وقال كل الديانات الموحدين من آمن. لا 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 ستي، ما قالش الموحدين حضرتك. سبحان الله. اه ده يا استاذ، أرجو أن صاحب القناة يكون سمعنا دلوقتي ولا